سلسلة أفلام دومي تبدأ قصة الفيلم ويا طفل هولندي اسمه جو، ونشوفه هو راكب باص المدرسة، وهو كان رايح رحلة ويا أصدقائه المتحف ليدن على مود يشوفون التماثيل والآثار اللي موجودة هناك. لكن جو هو كان انطوائي وهو ما عنده أصدقاء هواية، أو أصدقائه كانوا دائما يتنمرون عليه ويضحكون عليه لأن هو يحب التاريخ، وخصوصا هو يحب تاريخ مصر الفرعونية. ومن يوصلون كل الطلاب للمتحف، جو يوقف قدام قسم التاريخ المصري فيشوف بوستر إعلان عن مومياء فرعونية وهي راح تجي للمتحف عن قريب. فجوي بوع فتحة صغيرة موجودة بالبوستر، وهو يشوف غرفة سرية بها توابيت وآثار فرعونية هواية. أو فجأة يجون بنات اثنين من أصدقاء جو ويدفعوه على لوحة البوستر، وفجأة جو يقع بالغرفة السرية، وهنا جو يقوم ويتمشى بالمكان وهو يشوف الآثار وهو كان كلش مستمتع. لكن فجأة يشوف شاشة صغيرة يحكون بها عن سحر المصريين القدماء وشلون كانوا يستخدموه حتى يحافظون على مقابرهم. أو بعدها جو يروح يبوع على التوابيت، او بالغلط هو ينضرب بصندوق وينفتح. فجو يقفل الصندوق ويطلع بسرعة من المكان، او يرجع للبيت ويحكي ويا ابوه اللي يكون اسمه بارك. فجو يقول لابوه على التماثيل الفرعونية اللي شافها بالمتحف، ويقول لابوه انا بنفسي ازور مصر واشوف الاهرامات بالحقيقة. والابي يقول له انه حالتنا المادية سيئة وما نقدر نسافر لمصر بالوقت الحالي. او فجأة وهم يحكون يشوفون الجو بدا يغيم، فيقررون يدخلون للبيت بسرعة قبل ما تمطر. وبهذا الوقت كانت اكو سيارة رايحة للمتحف، وهي كانت شايلة وياها مومياء فرعونية. لكن فجأة وبسبب الجو السائق يسوي حادث، فينفتح التابوت وتوقع المومياء، وهنا تصير عاصفة قوية والبرق يضرب العلامة الذهبية اللي موجودة على صدر المومياء. وفجأة المومياء تفتح عينها وترجع للحياة مرة ثانية. وبثانية يوم الصبح جو يقعد من النوم ويودع أبوه وهو رايح للشغل. وبعدها يطلع جو من البيت ويشوف كومة حطب موجودة على الأرض، وهو يشوف مومياء تحت الحطب وهي تتحرك. فجو يخاف ويروح يقتل بسرعة، وهو يحكي ويا نفسه ويقول اكيد انا جاي اتخيل. وبهذا الوقت المومياء تقوم وتطلع من كوم الخشب. فجو يرجع ويروح لكومة الخشب مرة ثانية، لكن هو ما يلقى شيء. وهو يرجع للبيت وينصدم من يشوف المومياء وهي قاعدة على سريرة، وهو كان يحاول انه يحكي وياها ويسمي المومياء باسم دامي. وبعد لحظات دامي ترسم الجو قصة حياتها، وانه هي كانت عايشة حياة سعيدة ويا عائلتها بمصر قبل 4000 سنة. لكن بيوم من الايام صارت عندهم عاصفة قوية كلش، وهو تمرض بسبب المطر وما كان عندهم طبيب يعالجهم. فإجا فرعون سحري وخلى على صدره علامة ذهبية على مود نزلة البرد تروح، ويقول جو السوء حظي متت قبل ما يبدي مفعول العلامة الذهبية، ومن حنا طوني خلى وياي العلامة الذهبية. وبعد مرور 4000 سنة على وفاتي رجعت للحياة اليوم. وبعدها جو يسمع صوت أبوه ويعرف بيه رجع من العمل. فجو ضم عليه موضوع دامي، وجو يروح يحكي ويا أبوه، لكن الأب يعصب عليه لأن الأرض مو نظيفة. وفجأة بارك يسمع صوت غريب بغرفة جو، فيصعد على مود يشوف من موجود بالغرفة، لكن هو ما يلقى أحد لأنه دامي رمى نفسه من الشباك. أو ينزل بارك ويروح لغرفة غسيل الملابس، أو أول ما يفتح الباب يشوف دامي هو دا يلعب بالمكناسة. فجو كان يحاول إنه يهدي أبوه يشرح له الموضوع. أو بعد تفكير طويل يقررون إنه دامي يعيش وياهم بالبيت بدون ما أحد يدري بيه مومياء على مود ما تصير مشاكل إلهم. أو بعدها يشوف دامي هو لازم قنينة مي ويرجها، فهي تنفتح وتتبدى عليه. أو دامي يطلع من السيارة وهو خايف ويصعد على الشجرة، فجو يصعد على مود ينزله من الشجرة. أو جو يعرف نقطة ضعف دامي اللي هي المي، لأنه من 4000 سنة بسبب مي المطر هو تمرض ومات، ومن يومها صارت بيه عقدة نفسية وفوبيا وصار يكره المي. وهنا جو يأخذ دامي وعلمه أسماء الأكل وركوب العجلات. أو بعد فترة قصيرة يصيرون أصدقاء مقربين ويبقون سوا طول اليوم. وبيوم من الأيام كانوا يلعبون سوا على سطح البيت، وفجأة تجي ساعية البريد اللي توصل رسائل، فبارك يشوفها وهو يصلح الموقف بسرعة، وهو يخلي دامي يختل على مود محد يشوفه. فهو ياخذ منها رساله من مدرسه جو، والرساله بها تحذير بالفصل لانه جو صار الاسبوع ما رايح للمدرسه. فهنا بارك يدخل للبيت ويحكي ويا جو ويقول له انه انت لازم باكر ترجع للمدرسه على مود ما تنفصل وتروح من عندك سنه دراسيه. او دامي قاطع كلامهم ويقول انه انا ايضا اريد اروح للمدرسه، لكن جو يرفض ويقول له ما يصير تجي وياي. فدامي عصب ويطلع من البيت، وساعيه البريد تشوف دامي وتخاف وتبدا تصيح بصوت عالي. وهنا بارك وجو يسمعوها ويطلعون. او بارك يحكي وياها ويقول لها انه دامي ابن اخويا وهو تعرض الحادث من 3 سنوات وجسمه انحرق بالكامل، وعلى مود هيجي احنا لافيه بهذا الشكل. فهنا بارك ياخذ دامي وجو ويروحون للمدرسه. وبارك قدر انه يقنع المديره حتى تقبل دامي بالمدرسه ويقول لها انه هذا ابن اخويا. فدامي يروح لصف جو، واول ما يدخل يحاول انه يبهر الطلاب ويمشي على ايده، لكن كانت اكو بنيه اسمها ليزي وهي كانت تتنمر عليه وتقول انه هذا الولد شكله غريب وهو يشبه المومياء. فدامي يرد عليها ويقول لها
وانت تشبهين الثعبان. او بالفرصة دامي وجو يطلعون للساحة، فدامي يشوف الطلاب وهم يلعبون كرة القدم، وهو يقول جو انه انا كنت العب نفس هاي اللعبة بمصر من 4000 سنة، لكن انا كنت العبها ويا اصدقائي. او بعد ما يكمل كلامه يروح يلعب ويا الطلاب ويصيح جو ويلعب وياهم، وهم يلعبون جو يفرح ويحس نفسه طفل طبيعي لانه اخيرا اصدقائه تقبلوه واعتبروه واحد من عندهم بعد ما كان وحيد وطول الوقت هو قاعد لوحده. وبيوم من الايام دامي يروح للمدرسه ويا جو مثل كل مره، وهو يمشي ليزي تتنمر عليه وتقول له انه انت تشبه المومياء المحنطه، فدامي ما استسلم وهو ضاج ورد عليها. وبعدها تجي المديره وليزي تكذب عليها وتقول لها انه دامي دائما يضايقني وهو دائما يتنمر علي، فالمديره تعاقب دامي وتخليه ينظف ساحه المدرسه لوحده ولمده اسبوع كامل. لكن من حسن الحظ مايكل مدرس التاريخ وهو شاف كل شيء صار، فيروح يحكي ويا المديره ويقول لها انه ليزي هي اللي كانت تتنمر على دامي لان هي تكرهها. وبعدها مايكل يروح يحكي ويا ليزي ويعاقبها ويوقيها بالمدرسه ساعه اضافيه فوق ساعات الدوام. فدامي يروح يقعد بالصف ويجمع كل اصدقائه ويحكي لهم عن مغامراته بمصر، وهو يشوفهم الميداليه الذهبيه مالته. وجو يجي ويرمي عليه مي على مود يسكته قبل ما يحكي قصته للطلاب، لكن دامي يبدا يصيح ويطلع من الصف. وهنا ليزي تشوفه وتعرف المي هو نقطه ضعفه، فهي قررت تستغل هاي النقطه ضده على مود الضايقه وعلى مود تخليه ينقهر. او بالدرس ليزي تقعد قريب من دامي وهي تربط قيطان حذاء بطرف الكرسي، ومن يخلص الدرس تملي مسدس مي وترش على دامي، فدامي ما قدر يهرب لانه قيطان حذاء مربوط بالكرسي، فينفتح القيطان او دامي يركض ورا ليزي. او ليزي توقع على الارض، وهنا دامي قرب عليها ويكشف لها عن وجهها، فليزي تخاف وتصرخ بصوت عالي. وبسرعه تجي المديره وتعاقب دامي وتفصله من المدرسه لمده اسبوعين. وبثاني يوم يروح جو للمدرسه وحده وهو كان زعلان ومكتئب، فبارك والد جو يتصل على المديره ويعتذر منها ويترجاها انه تسامح دامي وانه ترجع للمدرسه مره ثانيه. او بالفعل المديره توافق، فيروح دامي للمدرسه ويعتذر من ليزي. او بعدها يروح يلعب ويا اصدقائه بالساحه، فتوقع من عند الميداليه الذهبيه. او ليزي تشوفها وتاخذها بسرعه وتضمها. وبثاني يوم دامي يجي على مود يحكي ويا جو وبارك بخصوص المدرسه، لكن فجاه هو يفقد الوعي ويوقع. او بعدها دامي يكتشف الميداليه الذهبيه مالته وهي ضايعه، وهو فقد الوعي لان هو ما لابسها، لان هاي الميداليه بها تعويذه سحريه اللي هي السبب بان هي رجعته للحياه مره ثانيه بعد وفاته من 4000 سنة. او بالتالي فاذا ما لقى الميداليه الذهبيه باقرب وقت ممكن فمعناها راح يموت مره ثانيه. فدامي بدا يحكي ويا جو ويفهم الموضوع ويطلب منه انه يروح للمدرسه ويدور على الميداليه الذهبيه قبل ما يلقاها واحد من الطلاب وياخذها. او فعلا جو يروح للمدرسه ويدور عليها لحد ما مايكل مدرس التاريخ يشوف جو ويساله عن صله القرابه اللي بينه وبين دامي. فجو يقول له انه دامي ابن عمي، لكن مايكل ما يصدق ويقول له انه انا لاحظت تصرف غريب من دامي وحسيته يعرف كل شيء عن حياه المصريين القدماء او كانما هو كان عايش وياهم. فهنا مايكل يحكي لجو عن سحر المصريين القدماء ويقول له المصريين تعلموا السحر من البابليين العراقيين، والمصريين شعب مجتهد جدا لدرجه انهم بنوا الاهرامات اللي هي واحده من عجائب الدنيا السبعه. وبعدها يرجع جو للبيت ويشوف صوره إله ويا دامي وهو كان لابس الميداليه الذهبيه، فيلاحظ مكتوب على الميداليه كلام باللغه الهيروغليفيه. وجو ياخذ الصوره ويروح يقابل مايكل ويحكي له كل شيء على امل انه يعرف يترجم الكلام اللي موجود على الميداليه حتى هو يقدر يساعد دامي. فمايكل يقول له انه هاي تعويذه فرعونيه عن الحياه والموت. ومن مايكل يعرف بدامي مريض يروح ويا جو للبيت على مود يطمئن عليه، فيقول لهم اكيد احد لقى الميداليه الذهبيه وسرقها لانه هي مصنوعه من الذهب، والمشكله انه الميداليه الذهبيه عليها لعنه فرعونيه وانه اي احد يسرقها راح ينصاب بمرض خطير او ما يتشافى الا يرجعها. فهنا جو يتذكر ليزي اليوم اللي ما راحت بيه للمدرسه لان هي مريضه، فيستنتج انه هي اللي سرقت الميداليه الذهبيه. فجو بسرعه يروح البيت ليزي ويدخل غرفتها من الشباك ويشوفها وهي متعبه ونايمه بالفراش، فيتاكد انه كلام مايكل صح. او جو يحكي لها الموضوع بالكامل ويقول لها انه انت ما راح تتشافين من المرض الا ترجعين الميداليه الذهبيه لدامي. فليزي تقول له انه ابويا اخذها مني وسلمها للمتحف واني ما اعرف يا متحف بالتحديد. فجو يرجع للبيت ويحكي لابوه على كل شيء. او بعدها يروحون للمتحف ويشوفون الميداليه الذهبيه معروضه بقسم الاثار المصريه او موجود داير ما يدورها كاميرات مراقبه، فيطلعون من المتحف وهم محبطين. او جو بدا يبكي ويعصب على ابوه لان هو كان رافض يسرقون الميداليه الذهبيه من المتحف، فهو اتهم ابوه بالاهمال لانه كان دائما يرفض يحكي لاي شيء عن امه اللي ماتت من زمان. وهو عاف ونزل من السياره، فهنا بارك ينزل ورا جو ويحكي وياه ويصالحه. او بعدها ياخذه للمخزن ويشوفه كل الرسومات اللي بيها رسم والدته ويقول له انا كنت ارفض احكي لك عن امك حتى ما اثر عليك، او كنت احاول دائما انه اخذ دور الام والاب على مود اني اعوضك فقدان امك.
أو بعدها يتفقون أنه يسرقون الميدالية الذهبية من المتحف ويبقون سهرانين طول الليل على مود يلقون خطة يدخلون بها للمتحف. تيجي فكرة البارك وهي أنه يسوون نسخة تقليدية من الميدالية الذهبية ويبدلوها بالنسخة الأصلية اللي موجودة بالمتحف، لكن فجأة بارك يوقع ورجلة تنكسر، فجو اضطر أنه يغير الخطة ويخلي مايكل المدرس مالته هو اللي يروح وياه للمتحف. أو أول ما يوصلون يقرب مايكل من صندوق الزجاج اللي بيه الميدالية الذهبية، فيسوي نفسه أغمى عليه أو يوقع الصندوق، فياخذ جو الميدالية الذهبية من الأرض ويختلب تابوت على مود ما حد يكتشفه. أو من يشوف الحراس يدورون على الميدالية الذهبية يرمي إلهم النسخة التقليدية، فهم يلقوها ويرجعوها ويروحون، لكن جو يقعد بالتابوت لحد ما كل السائحين يطلعون من المتحف. أو بعدها يطلع ويلقى مايكل موجود برا ينتظره، فيصعد وياه ويرجعون للبيت، وهم يوصلون ويتفاجئون من يلقون دامي ميت، فجو يخلي الميدالية الذهبية على صدر دامي، أو فجأة دامي يقعد ويفتح عينه ويحضن جو ويشكره لأن هو ساعده، وبثاني يوم يسوون حفلة بالبيت ويعزمون كل أصدقائهم ومن ضمنهم ليزي اللي هي سرقت من عندهم الميدالية الذهبية، فيلعبون كلهم سوا، وهسه نعرف إنه دامي رجع للحياة وعاش حياته طبيعي بسبب الميدالية الذهبية المسحورة اللي صنعها الكهنة المصريين لدامي من 4000 سنة، وهسه نشوف دامي هو كان يلعب بالألعاب، فيجي جو هو وبارك ويقولوا له إنه إحنا بعنا اللوحة مالتك ب$100,000، فيسألوا شنو راح تسوي بيهم، فيقول لهم أنا متهم من الفلوس، لكن أنا أريد أسافر لمصر على مود أزور مقبرة أهلي، وأيضا على مود أتأكد أخاف أحد سرق القبور مالتهم. فبارك يرد على كلامه ويقول له مستحيل تقدر تسافر لمصر لأن أنت مجرد مومياء فرعونية والمفروض أنت ميت من آلاف السنين، وإذا الحكومة اكتشفت موضوعك راح تسوي عليك أبحاث وتجارب. فدامي عصب ويروح لغرفته، وجو يروح وراه ويحكي وياه ويحاول إنه يهديه ويفهمه ويقول له إنه أنت على مود تسافر لازم عندك جواز سفر حتى تسافر بيه لمصر. أو فجأة ينفتح درج ألعاب دامي، فدامي يقول لجو أني أريد أسافر لمصر لأن خايف تكون مقبرة أهلي انسرقت أو صار لها شيء ثاني. وبثاني يوم يروحون اثنيناتهم للمدرسة، وهناك يقابلون صديقهم اللي يكون اسمه أرك، فأرك يعزمهم يمه بالبيت ويعرض عليهم أنه يلعبون كرة وياه بالحديقة مالت بيتهم، لكن دامي يرفض بالبداية ويقول له أني أوافق لكن بشرط أنه تشوفني جواز السفر مالتك لأن أنا أريد أسوي واحد مثله. وفعلا أرك يشوف جواز السفر مالته، وبعدها يطلعون بالحديقة يلعبون، فدامي يرمي الكرة بعيد فتوقع بالبحيرة، وأرك وجو يروحون على مود يجيبوها، وفجأة يشوفون حريق بالبيت وكانوا يحاولون أن يطفون النار، وبعد معاناة قدروا أن يطفوها. فدامي يعتذر من أرك ويقول له أنه أنا السبب اللي صار لأنه نسيت العدسة على جواز السفر، ومن الشمس إجتي على العدسة حرقت الجواز، فيرجعون للبيت. وهنا دامي يشوف جو بارك جواز السفر مالت أرك ويقول لهم أنا سويت كل هذا حتى أسرق الجواز وأسافر بيه لمصر. فبارك يعصب عليه ويحاول يأخذ من عنده جواز السفر حتى يرجع لأرك، لكن دامي قدر أنه يأخذه ويرجع لغرفته. فجو يقول لأبوه أني أترجاك خلي نحقق الأمنية مالت دامي وخلي نوديه على مود يشوف مقبرة أهله الآخر مرة بحياته. وبالفعل بارك يوافق، وهو قرر أنه يأخذ الأستاذ مايكل وياهم بالسفر، فمايكل يوافق أنه يروح وياهم، وهو يشوفهم روبوت راح يأخذه وياه على مود يدليهم على المقبرة لأن هاي المهمة صعبة جدا. وهسه يشوف المديرة كاتي وهي تطلب من بارك نص فلوس اللوحة مالت دامي اللي باعوها لأن هي اللي ساعدته برسمها. فبارك يقول لها أنه أنت إجيتي متأخرة لأن الفلوس حجزت بيها تذاكر سفر المصر، فهي تقول له أخذوني وياكم بمكان مايكل حتى أتنازل عنهن وما أنطي خبر للشرطة. فبارك اضطر أن يوافق ويأخذها، وهنا مايكل قبل بالأمر الواقع وهو راح وياهم للمطار وودعهم، وهو انطهم الروبوت مالته حتى يساعدهم بالبحث. أو بعدها دامي يروح الضابط الجوازات وينطي جواز أرك اللي سرقه على أساس هو، ويقول له أنه أنا تعرضت الحادث وانحرق جسمي وأنا مسافر لمصر على مدة عالج. فالضابط يصدق بكلام دامي ويدليه على بوابة التفتيش حتى يصعد بالطائرة. فدامي يروح لكن جهاز الانذار بدأ يصفر بسبب الميدالية الذهبية اللي لابسها، فالمحققة اللي بالمطار تطلب منه أنه يصعد بجهاز الأشعة البنفسجية على مود يفحصوه. فدامي يصعد، وهنا الموظفة تتفاجأ من تشوف مومياء وأنه هو ما عنده أي أعضاء بشرية، لكن هي ما تعطي أهمية للموضوع وهم يصعدون كلهم بالطائرة. أو بعدها يوصلون لمصر ويأجرون فندق قريب من الإهرامات، فجو يلاحظ دامي هو ضايج بمكان ما يكون سعيد وفرحان لأن هم وصلوا لمصر وراح يحققون حلمه. فهنا دامي يقول له أنه أنا حزين لأن أنا أخاف ما ألقى قبور عائلتي لأنه صار لهم 4000 سنة من اندفنوا. وبثاني يوم الصبح يطلعون من الفندق ويأجرون تاكسي ويروحون للإهرامات، فهم ينزلون ودامي كان فرحان لأن الإهرامات الوحيدة اللي شكلها ما تغير وأنه هي بقت نفسها، ويقول له أني أندل قبر جدي وأكيد أهلي مدفونين قريب منه. فتجي كاتي وتحكي ويا بارك وتقول له أريد أروح القبر الملك خوفو وأشوفه. فدامي وجو يستغلون انشغالهم ويروحون القبر جد دامي،
أو لما يوصلون جو يشوف لوحة عليها علامة ممنوع الدخول، لكن دامي يدخل أو جو يدخل وراء أو دامي يلقى قبر جدا فارغ أو كل الذهب اللي اندفن وياه مسروق. فهم يشوفون كتابة في غرولوفيه على الجدران، أو دامي يقول له إنه هاي أسماء أهلي، أو جو بدأ يصور الرسمة، أو يرجعون للفندق بسرعة على مدير سلوهان مايكل ويقرأ لهم الكتابة، أو مايكل يشوف الكتابة ويقول لهم إنه أكو سر بمقبرة جد دامي، لأنه هاي الرسمة والكتابة المفروض تكون بقبر أبوه مو بقبر جده، لأنه مكتوب اسم أبوه. فمايكل يقول لدامي أني راح أروح للمتحف وأدور على أي كتاب أو مصدر يشرح لنا سبب انتقال الرسمة من قبر أبوك لقبر جدك. وبثانية مايكل يروح للمكتبة، لكن الحراس يمنعه من الدخول لأن هو ما عنده تصريح، وأيضا لأن المكتبة السرية مو أي شخص عادي يدخل لها. وبهذا الوقت دامي وجو يروحون للسوق ويشترون أدوات حفر على مود يحفرون القبر، لكن قبل ما يشترون يحاولون يشغلون كاتي حتى ما تعرف هم شنو يريدون يشترون. أو بالليل جو يقعد يباوع على لوحة فرعونية اشتراها من السوق، فبارك يجي ويقول لهم إنه مارك ما قدر يدخل للمكتبة والحراس منعوه. أو دامي يقول لهم أبويا كان يشتغل يم الملك، أو أكيد المقبرة مالته قريبة من الملك، ويقترح عليهم إنه يأخذون روبوت مايكل وياهم للإهرامات. وبثاني يوم الصبح دامي قاعد جو من النوم حتى يروحون يكملون عملية البحث مالتهم، فبارك كان تعبان ويقول لهم أنتوا روحوا لوحدكم. وهم ينزلون لكن يشوفون المديرة كاتي منتظرتهم على مود تروح وياهم. وبهذا الوقت مايكل كان يخطط على مود يقتحم مكتبة المتحف بدون ما أحد يحس عليه. فهنانا دامي وجو يوصلون للإهرامات وكاتي كانت وياهم، أو كاتي تصعد على الجمل وكانت خايفة. أما جو دامي فيستغلون الفرصة ويروحون لوحدهم ويوصلون المعبد قديم فيطلعون الروبوت، لكن قبل ما يشغلوه تفتح لهم بوابة مخفية وهم ينزلون بها تحت الأرض. وهسه نرجع لمايكل اللي قدر يدخل للمكتبة أو بدأ يدور على أي كتاب يوصل قبر عائلة دامي، فيلقى كتاب يحكي عن الولد اللي كان يشتغل يم الملك. فعرف مقبرة أبو دامي بها أفخاخ هواية أو مفتاح الدخول مالتها هو الميدالية الذهبية اللي لابسها دامي. فهنانا مايكل يشلع الورقة اللي موجودة بالكتاب ويهرب من فتحة التهوية. وهسه نرجع لجو ودامي هم محبوسين بمقبرة تحت الأرض وما يعرفون من يطلعون. وفجأة دامي يشوف فتحة على شكل ثعبان، فيقول جو أكيد نهاية هاي الفتحة قبر أبويا، لأن أبويا مهندس وكان دائما يسوي فتحات للقبور. أو قبل ما يدخلون جو يشغل الروبوت ويسجل فيديو يحكي بيه لأبوه كل شي صار وياهم. أو بعدها يصعد على كتف دامي ويطلع الروبوت من فتحة السقف. وهنا جو يطلع اللوحة اللي اشتراها ويشوف بيها نفس الرسمة ويقول لدامي إنه هاي الفتحة بيها هواية أفخاخ، لكن دامي ما يقتنع بكلام جو ويجبره إنه يدخل وياه. وهم يدخلون بالحفرة ويوصلون لنهايتها، فيلقون بوابة نفق صغير والباب مالتها عليه لغز لازم يحلوه على مود تنفتح. وهنا دامي قدر إنه يحل اللغز اللي كان عبارة عن تركيب قطع المثلث، فتنفتح البوابة ويدخلون للنفق. وهم يشوفون مقبرة أهل دامي كاملة، أو دامي يلقى قبر أمه وأبوه. أو دامي يشكر جو لأنه ساعده وخلاه يوصل لهذا المكان. وبهذا الوقت الروبوت يوصل للفندق اللي كانوا بيه، وهو يروح البارك وبارك يشغل الفيديو اللي سجله جو. فبارك يتصل بمايكل ويحكي له كل اللي صار. أو مايكل يقول له إنه أنت لازم تنقذ ابنك بسرعة، لأن المقبرة هاي مليئة بالفخاخ، لأن أبو دامي كان أكبر مهندس بأيام الفراعنة. ويقول له مفتاح الدخول والخروج من هاي المقبرة هو الميدالية الذهبية اللي لابسها دامي. أما جو فكان يضرب الجدران على أمل إنه واحد يسمع وينقذهم. فدامي يطلب من جو إنه ما يضرب الجدران لأنه ما يريد يطلع من مقبرة أهله. فجو يضوج منه ويقول له إنه أنت هنانة وتحب نفسك فقط. فجو بهاي اللحظة قرر إنه يكسر الجدران ويسوي نفق يطلع منه، لكن دامي يمنعه ويدفعه ويوقعه على الأرض. أو جو يتحرك وياه ويقول له إنه أنت ما تقدر شيء، أنا اللي ساعدتك وخليتك توصل لمقبرة عائلتك. فبارك بهاي اللحظة يوصل لمنطقة الإهرامات أو يطلب من الروبوت إنه يدليه على مكان جو، لكن الروبوت يرفض تنفيذ الأوامر. فدامي حس بغلطة ويعتذر من جو. أو جو بدأ يتذكر إنه هو وياه ريمون التحكم مالت الروبوت، فجو يضغط على الزر على مود يرجع الروبوت لمكانه. وهنا الروبوت بدأ يتحرك وبارك يفرح ويروح وراه، والروبوت قدر إنه يوصل بارك الباب المقبرة، لكن الباب كان مقفول. فجو يشغل كاميرات الروبوت ويشوف أبوه من ريموند التحكم أو يطلب منه أنه يدور على أي طريقة يطلعهم بيها لكن بدون ما يكسر الباب. فبهاي اللحظة بارك يقول لهم أنه مفتاح خروجكم من المقبرة هو الميدالية الذهبية اللي لابسها دامي. أو بالفعل دامي يطلع الميدالية الذهبية ويخليها على الرمز الموجود بالجدار. أو بالفعل الباب ينفتح وهم يفرحون اثنينهم. فهنانا بهاي اللحظة دامي يودع أهله أو يطلعون هو وجو، وهو تشكر منهم لأنه قدروا يحققون هاي الأمنية اللي كانت بداخله. أو لهنانا تكون نهاية الفيلم.
وسويت لكم قناة خاصة بالأفلام والمسلسلات الهندية، راح نبدأ ننشر بيها جميع الأفلام الهندية اللي انتو تطلبوها. رابط القناة راح يكون بأول تعليق مثبت وراح يكون بداخل الوصف، أو تقدرون تبحثون عنها من خلال كتابة باليوتيوب مستر هندي. لا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس.